ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، وحشتونا جدا جدا جدا. قولوا لنا لميتوا كام؟ لميتوا كام؟ عشان خاطر من امبارح عمال اسمع في ارقام مش طبيعيه. الناس عارف ناس في بنت بتلعب دي فرحانه دي ان امبارح عمال تلم في الفلوس دي. لكم ان انا بقيت ام قوي، هاتوا الفلوس دي هاتيها يا حبيبتي. عمال اسمع من امبارح ارقام غريبه، ناس عماله تاخد 4 و5000 جنيه عاديات. في ايه؟ يعني اكبر مبلغ خدته في حياتي كان 150 جنيه ودبحت بعديها. في ايه يا بنت؟ في ايه؟ شايفين الشقاوة؟ على فكرة هي مبسوطة بسبب العيديات اللي جمعتها، أنت جمعت كام يا نانا؟ ولا ربع هرماس. وق يا ولاد، أنتوا كمان قولوا لنا لميتوا كام النهاردة؟ وإمبارح قولوا لنا يا بنت خليني أقول جملة. أنتوا بقى قولوا لنا لميتوا كام عيدية النهاردة وإمبارح؟ مجمعين أطفال العيلة وهنبدأ نديهم. بس أطفال إيه؟ أطفال والكبار إيه؟ انا ما خدتش عيدية. ومين هيدينا العيدية؟ انت اللي هتديك. تنزل هنا يا ولية، مش فاهم انا هديك عيدية ليه؟ طبعا انت جوزي، امال مين اللي هيديني عيدية؟ ربنا يخليك باباكي. ربنا يخليك، بس هو مسافر. انت لما يرجع ما يديك يجمعهم لك مرة واحدة. لكن هدي الاطفال بس، ده الكبار قبل الاطفال، ده انت هتلاقينا الصف الاول. ان شاء الله. بصوا مين اللي جه، تعالي. هو انت بتقول هتدي العيدية لمين؟ لأمل كلها. أمل كلها تاخد الفلوس، معروفة. أنا قلت أنا جبت سيرة غير أمل. ثروتي كلها وكليتي هبيعها وأديك لها عيدية. خلاص يا جدعان، هدي الأطفال وآية وأمل بس. شكرا. اتفقنا؟ ايه ده؟ وآية وأمل بس، وانا فين؟ رحت فين؟ انا ملاحظة الأطفال. ايه؟ انا عايزة اجيب. كنت في اسكندرية أول يوم. انا عايزة أقول لك سيبك من الأطفال، اهتم بينا. أيوه احنا أهم من الأطفال. على فكرة أنت جايبني من اسكندرية وقلت لي هعمل لكم حنة وهدي لك هدية، وبالفعل أنت وافقت معايا. الحنة أهي. طيب والهدية؟ أيوة والهدية. خلاص يبقى آية وأمل وعلاء بس والأطفال. في إيه؟ ايه ده ما عندكمش دم؟ هو في ايه يا جدعان؟ هو انت ما لكمش اهل يسالوا عليكم؟ ما تردش كلام كده. هو انت اكبر مني يعني؟ انا صغيره يا ست. هو انت اكبر دلوقتي؟ تعالي يا علي. احنا هنتفق على حاجه، انا هديكوا انتوا وبلاش الاطفال. نعم بقى، واحنا فين؟ عايزين اسمعت كده يا اخويا. طب ده طفل؟ هو انت طفل؟ انا عندي 12 سنه من ضمنهم. 9 سنين. تزعل انت؟ انت طول يالا، انت هو يالا يالا ما عندكمش دم. طلع يا جدعان للاسف انت لبست في الايه كلها، هديها عاديه وربنا يستر. ما باخدش اقل من 150 جنيه. هو مش انا هنط رسلي ولا ايه؟ 100 جنيه جنيه ده رزق العاديه. عايز اقول لكم لكل الناس اللي بعتت تسالنا عن الحنه، انا وامل والاء ومنور، عايزه اقول لكم هحط لكم في نهايه الفيديو مقطع صغير كده انا كنت مصوراه، بس هحطه لكم بعد توزيع العيديات وكل حاجه. تتفرجوا شكل الحله خرافي عن قرب، طبعا رهيبه جدا. بالظبط 5 ثواني مش هيجمع والله مليء عديه. انت قبل 5 ثواني لسه ما عديتش. انا لسه ما عديتش، ما قلتش واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ في ايه؟ بس ان شاء الله انت كسرت 15 جنيه. لا ده بيقلل. لا انا عاوز 20,000 جنيه. ايه يا عم فيتا تشتري شقه؟ ولادي احبابي فلذات اجبادي او اكبادي او اكبادي. ايه؟ كانت اسمها ايه؟ بابا ونيس. بابا ونيس. لا اولادي فلذات. اللي مش هيعرف يقولها مالوش هديه. قولي. لا يا حبيبي هاخدها يعني. لا قوليها. قولي. لا. قولي يا قولي. اعرفها منين؟ ما قولي اي حاجه. مش عارفاها بجد والله. اجبادي فلذات اجبادي. بابا ونيس. ماما ميسه احدى اولادكم هترفع راسكم. بابا ونيس. ماما ميسه. هو انت لسه حافظاها منها من ثانيتين؟ اقر واعترف ان انا هبدا دلوقتي اديهم عيديه. طيب منى مخصوم منها 600 جنيه. ده زود لي. عادي. هتستزوم هنا ثواني كده. لا سقف انا طلعت الفلوس. كده هينزل لي ابونا على ام العيديه دي بركه. يلا نبدا بمين؟ ناخد كام؟ عايز عليها كام؟ اثنين. اثنين؟ والله العظيم انت كويسه. اثنين. اثنين اهو. انت محترم. شكرا. قولي واحد تاني. لا يا ريت اثنين بس. قولي واحد تاني. عايزه تاني؟ مستنيكي تاني. كل سنه طيبه. يلا استني تعالى هنا وريني كده. اقول لهم شكرا. قول لهم شكرا جمعيتنا موري. شكرا جمعيتنا موري. عايز كام؟ 30 جنيه. 30 جنيه؟ دلوقتي ده طموح قوي والله. امسك 5 10 15 20 25 30. اوه تحب تقولي هنا في الكاميرا يا ابني؟ قول شكرا جمعيتنا. شكرا جمعيتنا. هسألك سؤال، أخوك اسمه إيه؟ إياد. كلمة إياد مكونة من كام حرف؟ أربعة. أربعة. يا شيف تحت إيه؟ أدي 10 20
30 35 خد اهي. هي جاي تديك هديه اهي. اوه كده انت معاك كام؟ 40 50 لا ده 10 عايز ايه؟ هدول هديكم لك كل مره تاني هديهم لك كلهم ده 10 كل سنه خد هنا اقسم يا كان تحب تقول ايه هنا يا ابني قدام الكاميرا؟ شكرا جمعيه نب شكرا 75 لا معاك كده هو انت ازاي بيجي لك قلب تطلب مني هديه وانت تقول لي ما بتتكسفش؟ لا امسك ده يوسف اصغر نمره في العيله امسك 10 20 30 40 50 امسك 60 شفتك كبير يا ولد اطلع مش عايزه شكلك مش مقتنع لا والله شكلك مش مقتنع شكرا ليكم والحياه كريمه هتعمل لك اعلانات امد زي ما انتوا عارفين العيديه مش بفلوسها ومش مش مش بكترها مش بكترها ايوه اهم حاجه وخمساتها وعشراتها وعشريناتها اهم حاجه شركه اول عشريناتها اهم من العيديه الفرحه بتاعت العيديه لا لا والعيديه مهمه برضه بتفرق معانا قوي بتفرق بتفرح اكتر الرقم اللي في العيدية مش هيقعدوا كمان بسم الله الرحمن الرحيم شايلهم لوقت زنقة بسم الله الرحمن الرحيم امل لا انت عشان اطول واحدة فيها مش سكت 10 20 30 40 50 60 70 90 100 خسرت الرقم تغتغت الرقم بحب اعمل الاخير دايما تعالي منى الفلوس انا بتخلص ايه انت بتاعت نفسك كده عشان 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 العاميه وانت طالعه بقى الجديد لايه؟ والله ما معايا فلوس تاني. ليه الدعوه؟ انت 15 جنيه؟ اقسم بالله ما معاكش فلوس ايه؟ والله ما معايا فلوس تاني. ايه ده؟ يا نهار ابيض. ده لسه علاء. ما معاكش فلوس ايه؟ طيب السلام عليكم. هات لي الفيديو ده اما امسحه بره. لمولي الحاجات دي معاكش فلوس. لمولي بقى لمولي من العيال دي تعالوا يا اولاد. محتاجاكم. استنى والله اقسم. انتوا عارفين اني بحبكم قوي. دلوقتي بقى 15 جنيه بس. اديهم لمين؟ لا والله دي اخت عظيمه والله ابدا ما يطلعوا ابدا لا والله دي زي زوجتك ترى اقول لكم حاجه اول ما اروح ليكم انتوا الاثنين عيدية في ضميري وفي ذمتي احنا هنسالوه عن عيديتنا هو مش هيدلنا هو يروح بينا بس والله العظيم انا اصلا ما كنتش جاي مش مشكله معاك قلت هاجي الاقيك انت لوحدك فلوس تعيش انت رايح فين يا مسامحني؟ اه مسامحاك والله معاك فلوس نروح اقسم بالله مش معايا فلوس فعلا اخر 15 جنيه بس والله العظيم هقول لك حاجه مش هديك هديه؟ اه تمام 5 جنيه 20 جنيه ليكوا في رقبتي دي رقبتي 50 جنيه 20 جنيه كل واحد فيهم عشان انتوا سبورت معايا وقلنا لكم تشكري وكل سنه طيبين وعيد سعيد عليكم وقولوا لنا انتوا كمان لميتوا كام؟ عايز اقول لكم لكل الناس اللي بعتت تسالنا عن الحنه انا وامل وهلاء ومنور عايزه اقول لكم هحط لكم في نهايه الفيديو مقطع صغير كده انا كنت مصوراه بصراحه تتفرجوا شكل الحنه خرافي عن قرب طبعا رهيبه جدا وهتتبسطوا جدا الناس اللي عايزه تتعلم بنعجن الحنه ازاي تعالوا دلوقتي نشوف الحنه هتتعجن ازاي لما نشوف ازاي تعجني حنتك في بيتك كلمينا كده اتعلمتي رسم الحنه ازاي لا سؤال بس انا اسف معلش هو انت حاسه ان ده رحلها النوبه وبتكلميها وشايفه انها بتعمل طواقي والكلام ده كله هي بتحط كده كميه؟ اه انا كده حاطط في الصباع بتاع الجوانتي اه نحط عليها شويه ميه انت كده حطيتي شويه حنه بعد كده حطيتي ال شويه ميه سخنه شويه ميه سخنين تمام حمزه صغري كان نفسي احضر القعده بتاعتي وقفه البنات النهارده ربنا كتبها لي انا عايزك تروقي على رايك مبدئيا قاعد معاك وتروقي عليا والله قصه مثلا ولا ايه؟ مش فاهماك يعني قصة كده
عارف عبد الباسط حموده ما عجبوش الافيه معاك. طب اقول لي حاجه اهمها قصه بجد، انا هوريك الطريقه. انت الوحيده اللي هتنزل بشكلك، كل ما تشوفيني هتلاقيني كده هتلاقي في قصه كده هبقى شبه حسونه مش كده. اقول لك اسالك سؤال، بتتكلمي نوبي؟ اه. في فرق اصلا من لغتنا لغه النوبيين؟ اه طبعا على فكره بتكلم نوبي حلو جدا. لما اسمع حد بيتكلم معايا بالنوبي ازيك عامله ايه؟ ازيك عامله ايه؟ لا بالنوبي ازيك عامله ايه؟ لا رايجري من ابو بص انا خايف اقول لها ايه تقول لي على الضغط. رايجري من ابو قولي والله دي لغه. اه والله. طب دي روسي ولا نوبي؟ نوبي من اسوان. من اسوان من جوه؟ دي ازيك عامله ايه؟ طب انا عايز اقول لك الحمد لله اقولها لك ازاي؟ الحمد لله رايجري. ما هي الحمد لله احسن. يا ابني طمني عليا فين اطمن عليك. اسألها بقى اي حاجه تاني؟ 2 في 2 بكام؟ بواحد. عندهم في النوبي مش عارفك انت في واحد. تفهمي نوبي؟ لا بس هي بواحد عندهم. لا واحد بنوبي على اربعه. خليك جدا. مبسوطه ان انا شفته. ليه؟ النوبي يعني؟ لا شوف شوف بره. اي جرب ويجي نار تاني. دي مبسوطه لما وزعناها تانية. دي مبسوطه. طلع تاني يا جماعه مش عارف اكلكم كلكم. دي مبسوطه. اما لو مش طايقك هتقولها ازاي؟ لا مش طايقاكم اه تقدر نرمي ده مش عايز ربنا يخليك. يا مصر ما بعش اهل النوبه. ايوه انتوا اصلا رمز الطيبه. ربنا يخليك. اه والله العظيم. في ايه؟ تعالى يا تعالى. ايه ده؟ ايه ده؟ تعالى عامل ايه؟ الحمد لله نور الدنيا كلها. كنت اكتر تعرف تتكلم نوبي؟ لا بجد والله؟ لا انت فرنساوي. فرنساوي؟ اتكلم معايا فرنساوي كده قول لي عامل ايه بالفرنساوي؟ سلو. دي فرنساوي؟ لا دي فرنساوي؟ اه الفرنساوي بيقول اول في الاخر، انت ما قلتش اول في الاخر ليه؟ ايوه سلو سلو سلام يا كابتن. مش لاقي حد يشتغل كده. دي لغة ايه؟ طب سلام عليكم بالفرنساوي يعني ايه؟ لا ما خدتهاش. ما خدتهاش؟ مرحبا. مرحبا. ايوه سلو. برضو؟ طب اسمك ايه؟ صباح الخير يعني بونجور. صباح الخير يعني بونجور. 2 في 2 بفرنساوي بكام؟ 2 في 2 بفرنساوي بأربعة. الله عليك احسنت يا ابني والله مبروك. فرنساوي يا جدعان اللي فاهمين فرنساوي الراجل ده مش فاهمني. انا بتكلم انجليزي مثلا. انا ايه؟ انا استاذه ولا لا ما تستحملش. هوريك بقى التمرين بتاعي. تعالى على ايد. اه ماشي والله هقول لك ايه. صلى على النبي. ها مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم. ها فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. لا الحيله بتاعت العيله دي مامتك ولا خالتي؟ خالتك؟ اه. طب وليه مش بتعلم نوبي زيها؟ لا ما بحبش انا النوبي اصلا. تحبش النوبي؟ انت عاق يالا. انت عاق يالا. جدك هيشوفك هيلحسك الارض يالا. اهل النوبي الواد ده اردموه اول. هتعملي ايه؟ الرسمه دي. ايه هتعمل الرسمه دي؟ لما نشوف. عظيم شاطره جدا ما شاء الله ما شاء الله عليك بجد. انت عملتيها بجد؟ ايوه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. ايه يا باشا الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ لا بجد والله لا شاطره جدا الله اكبر عليكي. دي هي دي. تسلم ايديكي تسلم ايديكي بجد. ربنا يبارك. والله يا ام زينه تسلم ايدك بجد. الحنه تحفه طبعا بجد. تسلم ايديكي خرافيه. عايزه اقول لكم لكل الناس اللي بتبعت منين هحط لكم الرقم بتاعها للتواصل وسعرها يعني رهيب جدا. وعلى فكره ده مش دعايه ولا اعلان ولا هحطه لكم في اول كومنت وفي صندوق الوصف اللي هو ديسكريبشن. وبرده هحط لكم لينك القناه بتاعتها على اليوتيوب تقدروا تتواصلوا معاها. وانت من ايه؟ بنعمل دعايه واعلانات. اعلانات بتاعت مش هحط لكم حاجه مش هحط لكم حاجه. ما عندكوش دعوه انتوا بتهزروا. زينه شغلها حلو. بص هي عملت لي حاجه. انا ايديا قلت لها اعملي فرقعتي ما عملتليش. عملت شوكتك ومراتك ماشي الله يبارك لها. واختم بابك. شكرا يا جدعان. باي باي.